والفساد مستشر بيهن وبوق بالجملة، يعني مليارات مو مليار ومليارين. دزيت أسماء المدارس تقريبا بحدود 13 مدرسة هذا اني المفروض يعاد بنائهن من 2012 وإلى يومنا هذا ما تم إنجازهن. هذا النتابعات على مشروع وزارة الصناعة قيمة المدرسة 850 مليون. هاي 850 مليون والله البناء مال تكون، أتمنى أخذك أو أخذ مصورة خلي يصور هاي المدارس، والله يكرم السامع يكرم السامع. حتى طولة مال للهوش ما تصلح، طولة للأقمام ما تصلح، حتى يجيبون بيها طلب يقعدوهم بيها يدرسوهم، وقيمتها 850 مليون وصار طيلة 10 سنوات هي لحد الآن لم تنجز. زين، إضافة إلى 3 مدارس ثانويات موجودة من 2012 المحافظة لحد الآن هن ما كملن وموجودات، والفساد مستشر بيهن وبوق بالجملة، يعني مليارات مو مليار ومليارين. احسبي لي 13 مدرسة بس منطقة واحدة على 850 مليون بحدود 10 مليار صح، بحدود 10 مليار منطقة واحدة، هاي احكي لك بس على منطقة الفرحاتية. زين، فكيف المحافظة، المحافظة بها اكثر من 1000 مدرسة هاي المفروض يعاد تأهيلها. هاي 1000 مدرسة بحدود يعني تريليون دينار عراقي الفساد مالتها مال المدارس ترميمه، عدا المشروع الصيني اللي تنفيذ المدارس في مناطقنا وما صندوق الإعمار اللي موجود في المناطق اللي قيمة المشاريع مالته ماكو مشروع أقل المليارين في جميع محافظ الصلاح الدين. بس إذا سمحتي لي سيزوجدان أريد أحكي لك على التربية، خاصة على أمجد طلبس مدير التربية. نعم. على الملفات اللي موجودة عليه. البارحة النائب محمد كريم البلداوي صدر مؤتمر تقريبا بحدود نص ساعة وطلع ملفات عليه. أمجد طلمس كان موظف اعتيادي في قانونية تربية بلد. نعم. وكان القميص مالته كل أسبوع أسبوعين يبدله مرة لأن حالته المادية يرثى إليها. عندما صار من حاشية الزعيم وسواه مدير تربية بعد مزهر سرحان صدر أوامر أمجد طلمس ما انزل الله بها من السلطان، وكأنما هو سيد العرش. لا مدير مدرسة يقدر يطب عليه. طيب الشيخ طامي، الشيخ طامي يقدر يطب عليه إذا ما يجيب كتاب من الإشراف وأخذ التعيينات. هسه التعيينات هاي مال العقود اللي هي أعتقد 15400 وكسر. هذه سوى تقاطع وظيفي بالنسبة للعقود اللي موجودين اللي متعاقدين مع التربية. حاليا اكو تحرك نيابي، 1200 درجة اكو تحرك نيابي اليوم على لسحب مدير التربية بصلاح الدين لتورطه بملفات فساد. شيخ طامي، احنا ما نطالب بسحب اليد مالته. نعم. ست وجدان، انا كشخص، انا كاعلامي وكشيخ وكشخص من صلاح الدين، انا ما طالب بسحب يده. انا طالب بمحاكمته وارجاع المبالغ وكشف الملفات اللي زورها. 1200 درجة وظيفية استولى عليها وباعها بشدات. 1200 زين، هو كان موظف بسيط صار مدير تربية، هسا عند المضيف مالته الديبنا بيه مساحته أكثر من 1000 متر في أضلوعية، يراد لمبالغ مليارات. يلا يبنى فيلا في أربيل ب55 شد ذاك اليوم اشتراها وعنده معلومات عليها. الموكب مالته اللي يمشي بيه نائب رئيس برلمان ما يمشي بيش موكب، سيارات كلها آخر موديل. زين، منين جابه له وكان موظف بسيط راتبه ما يوصل 1 مليون دينار؟ هاي المبالغ الطائلة اللي استولى عليها من عقود، من تزوير العقود، من بيع الدرجات الوظيفية، أكثر من يعني شيخ طامي، يعني داهمنا مستحصلة، يعني ملفات كثيرة، ملفات كثيرة. بس إذا سمحتي لي ست وجدان، بس إذا سمحتي لي، بالنسبة للمراقبين شيخ الوقت خلاص، اللي يراقبون على الامتحانات. نعم. اللي يراقبون على الامتحانات هذا قام استقطع من المبلغ مالتهم، هم بيهم 10,000 مراقب. نعم. كل مراقب يستقطع من راتبه 100,000 دينار. حسبي لي ايش قد بالسنة. زين، إضافة الدورة يعني الشيخ طامي داهم الوقت، يعني ملفات كثيرة عضو مجلس، عضو مجلس شيوخ ووجهاء عشائر صلاح الدين، ملفات كثيرة. شيخ طامي صدق الرقعة صغيرة والشق كبير، ما نعرف شلون تتصلح الأمور، بس لازم نبدي من الرأس ونشتث الفساد وما نشلب الذيل، ويا ريت لو أكو أحد يسمعنا. بأمان الله.